كانت وصية جدها أن تصبح لاعبة شطرنج محترفة، وهي لم تخيب آماله، بل أصبحت إحدى نجوم اللعبة بامتياز أنها لاعبة الشطرنج الدولية فيرمسك قانع. تعالوا أعزائي المشاهدين حتى نتعرف على هذه اللاعبة المميزة. فيرمسك وريا قانع، المعروفة بفيرمسك قانع، عراقية من أصول كردية، وهي لاعبة الشطرنج الدولية من مواليد 1965، وهي حفيدة الشاعر الكبير قانع. حاصلة على شهادة بكالوريوس في علوم الأحياء في كلية علوم جامعة موصل ما بين سنة 1984 و1989. تنحدر فيرمسك من عائلة مثقفة، كان لها دور كبير ومهم في حياتها من خلال السماح لها وتشجيعها للمشاركة في لعبة الشطرنج في وقت كانت نسبة النساء اللاعبات لهذا النوع من الألعاب قليل جداً. لذا تعتبر فيرمسك أول لاعبة عراقية كردية تفوز بالتصنيف الدولي في دورة ألعاب أولمبياد في يونان، وهي بطلة العراق بلعبة الشطرنج لمدة 11 عاماً. عام 1979 انضمت إلى فريق الشطرنج العراقي. عام 1984 شاركت في أولمبياد الشطرنج في اليونان وحصلت على المرتبة الأولى بين المتنافسين من الدول العربية. عام 1985 أصبحت أول امرأة كردية تفوز بميدالية ذهبية في البطولة العربية للشطرنج، والتي أقيمت في الدار البيضاء في المغرب. عام 2000 تعادلت مع بطل العالم الأسطوري للشطرنج أناتولي كاربوف، وحصلت على لقب حكم دولي للشطرنج في بطولة عالمية للشطرنج نظمت عام 2009 في السليمانية. وفي عام 2000 حتى عام 2001 أصبحت رئيساً لنادي خانزادي للشطرنج. حصلت على المرتبة الثالثة في بطولة المنتخبات العربية التي أقيمت في تونس عام 2019، وتبوأت منصب مديرة للنشاط النسائي منذ عام 2007 في مرتبة خبيرة في وزارة الثقافة والشباب، ومستمرة لحد الآن. من أبرز نشاطاتها في هذا المجال منظمة ومديرة دورات التحكيم للبنات في ألعاب سلة وطائرة، منظمة ومديرة دورات الصحية للشباب وبنات وذكور، منظمة ومديرة مهرجانات رياضية في دهوك، منظمة ومديرة مهرجان رياضي في أربيل عاصمة كردستان. إضافة إلى كل ذلك تتقن فيرمسك اللغات العربية والكردية والإنجليزية. أعزائي المشاهدين، كانت هذه سيرة مختصرة للاعبة الشطرنج الدولية فيرمسك قانع. أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم، انتظرونا في حلقات أخرى. تحياتي.